لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الشحنة. ليت لدي هذا النوع من القوة. القوة. عزيزي بليك، هناك حكمة اسكتلندية قديمة تقول. أوه، ارجوحة. صندوق الرمل. أطفال، استعراضاً لسلطتي القوية، سأسيطر على الزلاجة. من لطخ نفسه؟ لتكن الزلاجة الكبيرة. أحب الأرجوحة. انظروا إلي يا شباب، أنا رائع. لا ألعاب أطفال. لننطلق. بليك، هل أنت بخير؟ الزلاجة مكان للأقوياء. انتظر، فاتتك بقعة. برزت ساعة من ظهرك. ما الذي تحت ذراعك؟ ماذا؟ نقود. نعم، خرج كرش من تحت ذراعك. لا يخرج مني إلا زجاجات مستردة. يا ربي، أنت تجذب المعادن. أجذب المعادن. هذا مظهر جديد لك يا بليك. انتظر. يا الشحنة، لدي القوة. هيا لنستغل هذه القوة. المشروب الغازي. لدي القوة. هلا ذهبنا إلى السيارة؟ سيارة؟ نعم، لدي الطاقة. لطالما حلمت برجل عملاق مصنوع من علب المشروب الغازي. ليك، احترس من الذي لا تسيطر عليه. هذه هي القوة التي كنت أحلم بها. هكذا تكون الأحلام. أنا عطشان. آسف. أمستعدان ليوم مع القوة الجديدة؟ ألن تفتح الباب؟ لا. لما لا تفتحه أنت؟ حسناً. هاي، أنا أوزع أكياساً من الذهب هدايا. هاي، شكراً. سأستلمه.
لا تفهمان الأمر، أليس كذلك؟ تعال إلي. أنت، هل أنت بخير أم ماذا؟ بالطبع أنا. لدي القوة. حسناً، أستسلم، لا أتحمل هذا. أنت شغوف بالقوة؟ كروشن تحت ذراعيك؟ هذا يعجبني، لكن لا أتحمل الألم. أستسلم. اكتفيت من هذا اليوم. ما أنا أتخلص من الشحنة، سأدمر الزلاجة وأضع مكانها شيئا مفيدا. أنا مستعد يا شباب، بسرعة. قليل من الماء وستتخلص من الشحنة. تبدو مثل الكتكوت المبتل. هيا نجففك الآن. معي منشفة منفوشة جميلة. ماذا؟ ما هذا المكان؟ أنت داخل قبة من الألياف الطبيعية مع عجلة رياضية من البلاستيك. محظوظ. يمكنك أن تعيش حياتك المشحونة دون أن تجذب أي شيء ثقيل أو ضار. سنعتني بك يا مستر بليك. انظر هنا، طعام فئران. يامي. هل هذا مصيري؟ حسناً، اذهب. أفضل العيش وحدي، يعجبني، لا أحب الزحام. حسناً، إلى اللقاء. انتظر، أرجوك يا جوردون، أخرجني من هنا، أشعر بالوحدة الشديدة، أرجوك. حسناً، هناك شيء واحد نفعله. نعم، يمكننا قص كل فرائك. فرائي؟ هل جننت؟ كل خلية في جسمي تعد احتفالاً، كل خصلة من فرائي تحفة فنية. لما لا تقتلني إذا كنت ترغب في تدميري؟ أخشى أنه الحل الوحيد يا بليك. فليكن، نحن قادمان. كان يجب أن أفكر في هذا. أنا فعلت. لماذا يحدث هذا لي؟ تركتني حياتي المدللة بدرجة تحمل ضعيفة للألم. كان يجب أن يحدث هذا لك. قوتك تتضاعف يا مستر بليك، خرجت عن السيطرة. حسناً، لست علماً، لكن إذا كان تزحلق مستر بليك على الزلاجة ملأه بالشحنة قد يخلص صعوده منها. حسناً، لست علماً، إذا كان التزحلق على الزلاجة قد ملأني بالشحنة قد يخلصني صعودي منها. هاي، ألم يقل جوردون هذا؟ لنذهب إليها بسرعة. لنركب الحافلة. أية حافلة؟ كيف نجعله يصعد الزلاجة؟ يحتاج قليلا من التشجيع. وافل. لا. يبدو أن الأمر سوف ينتهي بسلام. طعام جيد لك.
لا لا احسنت يا بلاك. لا ثورة النص. لا يا خبر، هل فعل؟ بلاك، هل تعرف ماذا فعلت؟ كان يجب أن تفكر. أنا فعلت.